سمعنا رايحين لغة فرنسية سنة أولى إعدادي، نستأنف مع الصفحة رقم 70، وقبل استكمال هذه الصفحة نعطي بعض الأمثلة لتوضيح هذه الفقرة. طبعا تكلمنا فيما سبق عن لونتيريوريتي. لونتيريوريتي كما قلنا سي لو كاركتير دو سو كي انتيريور، سي لو كاركتير دو سو كي انتيريور دون لو طون. إذا نتكلم عن بريوريتي دو طون، نتكلم عن الأولوية في الوقت. كما نقول في اللغة العربية أسبقية أو أقدمية، نتكلم عن حدث نقول عنه بأنه أنتيريور بارابور أ لوتر. إذا نتكلم عن هذا الحدث بأنه عنده أسبقية وعنده أقدمية على الحدث الآخر، على العكس بالنسبة لا بوستيريوريتي. كما نتكلم عن الحدث الأخير، نتكلم عن الحدث الذي يحدث أخيرا. إذا لا بوستيريوريتي المقصود بها كاركتر دو سو كي بوستيريور ا كيلكو شوز، كاركتر دو سو كي بوستيريور ا كيلكو شوز دون لو طون. نتكلم عن ميزة ما يحصل في الأخير بالنسبة لشيء آخر، بالنسبة لشيء طبعا في الزمن. إذا عندما نقول عن شيء بأنه بوستيريور، طبعا بوستيريور ستان ادجيكتيف في المؤنث نضيف أه، المقصود بها كي فيان أبخي، كي فيان أبخي أو بيان كي بلاسي ديغيير، أو بيان كي بلاسي ديغيير. إذا نتكلم عن ما يأتي فيما بعد، إذا نتكلم عن شيء نقول عنه بوستيريور، نقول عنه بوستيريور. بالنسبة للا سيميلتانيتي نتكلم عن كاركتر سيميلتاني، نتكلم عن ميزة متزامنة كما نقول. سيميلتاني نضيف أ في المؤنث المقصود بها كونكوميتون، يعني أنه يحدث في نفس الوقت. إذا نقول عن شيء بأنه كونكوميتون سيتادير كي أكومبان، الذي يرافق. نتكلم عن حدث مثلا يرافق حدث آخر، إذا نقول عنه كونكوميتون أو بيان سيميلتاني. كونكوميتون مقصود به كي أكومبان أو بيان كوانسيد أفيك أن أوتر في، يعني أنه يصادف. كوانسيد نتكلم على كوانسيدونس يعني الصدفة، كوانسيد أفيك أن أوتر في. إذا نتكلم عن حدث يصادف حدث آخر، المقصود بأنه يتزامن معه. إذا نتكلم عن لا سيميلتانيتي. نأخذ مثلا المثل التالي، أفون دو سوغازي، قبل أن يحلق نفسه. أفون دو سوغازي، طبعا سوغازي المقصود بها أنك تحلق وجهك مثلا، كما نقول بأنك تحلق نفسك. إذا أفون دو سوغازي مون بير كوفا سون فيزاج دو موس، مون بير كوفا سون فيزاج دو موس، أبي كوفا، كما نقول بأنه يغلف. نتكلم مثلا عن لا كوفيرتور يعني الغطاء أو الغلاف إلى آخره. إذا عندنا لو فيرب كوفرير، عندنا لو فيرب كوفرير يعني أنك تغلف شيئا وتغطيه. إذا مون بير كوفا سون فيزاج يعني أن أبي، كما نقول بأنه يغطي وجهه. مون بير كوفا سون فيزاج دو موس أفون دو سوغازي، قبل أن يحلق نفسه. مون بير كوفا سون فيزاج دو موس يعني أن أبي يغطي وجهه بالرغوة، يغطي وجهه برغوة الصابون. مون بير كوفا سون فيزاج دو موس، طبعا لاموس المقصود بها الرغوة أو الزبد. إذا مون بير كوفا سون فيزاج دو موس، مون بير كوفا سون فيزاج دو موس. إل سو كوب أون سو غازون، إل سو كوب أون سو غازون. طبعا كوب يعني أنك تقطع شيئا، كوبي كلكو شوز يعني أنك تقطع شيئا. إل سو كوب كما نقول بأنه يقطع نفسه، المقصود هنا بأنه يجرح نفسه. إذا أبي يجرح نفسه أون سو غازون وهو يحلق نفسه، في الوقت الذي هو يحلق وجهه إذا هو يجرح نفسه. إذا إل سو كوب أون سو غازون، عندنا لو فيرب سو كوبي ثم عندنا لو فيرب سو غازي. أبخي ساتر كوبي، أبخي ساتر كوبي بعدما جرح نفسه، هنا عندنا بعدما جرح. إل ديزانفكت لا بتيت بليسيور، إل ديزانفكت لا بتيت بليسيور، إذن هو يعقم الجرح الصغير، هو يعقم الجرح الصغير. إذن طبعا هنا عندنا خط زمني وعلينا أن نضع هد الأحداث كل في موضعه، والمطلوب هنا أن نضع الأحداث كل في موضعه. عندنا لونتيريوريتي يعني ما يحدث أولا، ثم لا سيميلتانيتي
ما يحدث متزامنا ثم لا بوستيريوريتي ما يحدث فيما بعد. إذن حسب ما رأينا avant de s'engager إذن هذه تقع أولا avant de s'engager. إذن نتكلم عن mon père couvre son visage de mousse. إذن نتكلم عن هذه الأمور إذن قبل أن يحلق نفسه mon père couvre son visage de mousse. إذن أبي يضع على وجهه الرغوة رغوة الصابون ثم فيما بعد en s'engager. إذن وهو يحلق نفسه وقع شيء آخر. إذن en se rasant il se coupe ou bien il se coupe en se rasant. وهو يحلق نفسه جرح نفسه أو أنه جرح نفسه أثناء عملية الحلاقة. Enfin on a après s'être coupé. Après s'être coupé bien sûr il désinfecte la petite blessure. Il désinfecte la petite blessure. إذن هو يعقم الجرح الصغير. لو فيرب ديزانفكتي هو عكس فعل انفكتي. انفكتي المقصود بأنك تفسد أو أنك تعفن. انفكتي المقصود بأنه يفسد يعدي أو يعفن طبعا من خلال الميكروبات والجراثيم. إذن ديزانفكتي كما نقول بأنك تقضي على التعفن وتقضي على هاد العدوى من خلال القضاء على الميكروبات والجراثيم مثلا. ثم ننتقل الى جوتيان. Des événements peuvent se passer en même temps ou se succéder, se suivre dans le temps. اذا نتكلم عن مجموعه احداث. Des événements peuvent se passer, يمكن ان تحدث en même temps, يعني في نفس الوقت. Ou se succéder, او انها تتتابع. نتكلم عن لو فيرب se succéder ou bien se suivre dans le temps. إذا نتكلم عن تتابع أو تتالى dans le temps يعني في الوقت. lorsqu'il se passe en même temps عندما هي تحدث في نفس الوقت. lorsqu'il se passe en même temps عندما تحدث في نفس الوقت. على ماذا نتحدث؟ نتحدث عن هاد الأحداث les événements. إذا هاد les événements lorsqu'il se passe عندما هي تحدث en même temps في نفس الوقت. on dit نقول qu'ils sont simultanés نقول بأنها متزامنة. On emploie généralement le gérondif pour exprimer la simultanéité. On emploie généralement يعني أننا لكي نعبر على هاد الأمر هذا ديال la simultanéité عندما نريد أن نعبر عن التزامن. On emploie يعني أننا نستعمل généralement عموما في الغالب. في الغالب أننا نستعمل لو جيرونديف يعني أننا نستعمل واحد لا فورم فيربال نتحدث عن شكل فعلي يسمى لو جيرونديف. يسمى لو جيرونديف هاد لو جيرونديف طبعا نشوفوا المثال ديالو بور اكسبريمي. إذا تنستعملوا لو جيرونديف بور اكسبريمي للتعبير عن لا سيمولتانيتي للتعبير عن التزامن. إذا ملي تنبغوا نعبروا على واحد الحدث ونقولوا ونبينوا بأنه تتزامن مع حدث آخر تنستعملوا لو جيرونديف باش نعبروا على لا سيمولتانيتي باش نعبروا على التزامن. شنو هو هاد لو جيرونديف؟ هو بحال هاد الشكل الفعلي اللي عندنا هنا. لو جيرونديف هو بحال هاد الشكل الفعلي اللي عندنا هنا اون ليزون يعني انه تتكون عندنا هاد اون ثم ان الفعل تياخذ ان تي. هذا هو لو جيرونديف. اذا كريم برون سون غوتي. اذا كريم ياخذ كما لو نقول أكل خفيف مثلا. إذا عاد الطفل من المدرسة نعطيه أكلا خفيفا مثلا في انتظار أن يحين وقت الغداء. هذا يسمى غوتي. أو مثلا في المساء. إذن هذا الأكل الخفيف يسمى غوتي. إذن كريم prend son goûter en lisant يعني أن كريم يأخذ عندنا لو فيرب prendre son goûter يأخذ أكله الخفيف en lisant وهو يقرأ. إذن هاد اون ليزون هي لو جيرونديف. إذن كما تلاحظوا بأن كريم وهو يقرأ إذن في نفس الوقت هو يأكل. إذن طبعا كريم يأكل وفي نفس الوقت هو يقرأ. إذن كريم بخون سون غوتي اون ليزون. إذن هاد الحالة تسمى لا سيمولتانيتي. بحال هنا تنتكلموا على حدثين أنهما يحدثا في نفس الوقت. لماذا عبرنا عن هاد الحدثين؟ استعملنا لو جيرونديف. lorsqu'il se succède عندما هما يتتابعان. lorsqu'il
سو سيكسيد، عندما تتتابع نتكلم عن دي زيفينمون، نتكلم عن هذه الأحداث. في حالة كريم عندنا حدثين، أنه يقرأ ثم يأكل، لكن ممكن أن تكون أكثر من حدثين. لوغسكيل سو سيكسيد دون لو طون، عندما هذه الأحداث تتتابع في الزمن. إذن أ بور إكسبريمي لونتيريوريتي، بور إكسبريمي لونتيريوريتي، عندما نريد أن نعبر عن الأسبقية إن صح التعبير، أون بو لي غوليي باغ، يمكن أن نربط هذه الأحداث بي، يمكن أن نربط هذه الأحداث بي. أفون بليس إنفينيتيف، إذا نقول قبل، طبعا قبل أن يحدث كذا مثلا، إذا قبل، ثم نضيف لها الفعل الإنفينيتيف. طبعا الفعل الإنفينيتيف غير مصرف في اللغة الفرنسية كما نتكلم على المصدر. إذا أردنا أن نقول مثلا قبل الذهاب، سنقول افون دالي مثلا، افون دالي ا ليكول il prend مثلا son petit déjeuner، افون دالي ا ليكول مثلا il prend son petit déjeuner، إذا قبل أن يذهب إلى المدرسة، أو بمعنى آخر قبل الذهاب للمدرسة بمعنى آخر، il prend son petit déjeuner، هو يأخذ فطوره مثلا. إذا عندنا افون زائد انفينيتيف، كون سي لو ميم سوجي كي في دو اكسيون ديفيرونت، كون سي لو ميم سوجي كي في دو اكسيون ديفيرونت. نستعمل هاد افون بليس انفينيتيف كون سي لو ميم سوجي كي في دو اكسيون ديفيرونت، نستعمل افون بليس انفينيتيف عندما يكون عندنا نفس الفاعل الذي يقوم بفعلين مختلفين. كون سي لو ميم سوجي كي في دو اكسيون ديفيرونت، عندما يكون نفس الفاعل، كون سي لو ميم سوجي، عندما يكون نفس الفاعل كي في دو اكسيون، الذي يفعل حدثين ديفيرونت مختلفين. مثلا محسن سو بغوس لي دون افون دو سو كوشي، اذا محسن سو بغوس لي دون افون دو سو كوشي. طبعا نتحدث على لا بغوس يعني الفرشات، كما لو نقول بان محسن يفرش اسنانه، بمعنى آخر أنه يغسل أسنانه بالفرشاة. avant de se coucher، طبعا عندنا هذا الفعل يأتي من هاد الأداة اللي هي la brosse، إذا محسن se brosse les dents avant de se coucher. هنا عندنا محسن يفرش الأسنان، محسن se brosse les dents avant de se coucher، كما لو نقول قبل أن ينوم نفسه. طبعا نحن نكمل المعنى، نحن نكمل المعنى، محسن se brosse les dents، محسن يغسل أسنانه avant de se coucher، قبل أن يذهب إلى النوم. إذن كما قلنا pour exprimer l'antériorité on peut les relier par avant plus infinitif. pour exprimer l'antériorité لكي نعبر عن الأسبقية، on peut les relier، يمكننا أن نربطهم، يمكننا أن نربط هذه الأحداث par دي avant plus infinitif. أعطينا المثال. ثانيا pour exprimer l'antériorité on peut les relier par avant que plus subjonctif. Quand ce sont deux sujets différents qui font deux actions différentes. إذا يمكن أن نستعمل avant que وليس avant plus infinitif. هنا نستعمل avant que plus subjonctif. Quand ce sont deux sujets différents، عندما يكون لدينا طبعا فاعلين مختلفين qui font deux actions différentes. عندما يقومان، عندما يقوم هاد الفاعلين بحدثين مختلفين، عندما يقوم الفاعلين بحدثين مختلفين. مثلا لي بيرجي رونتر افون كيل نو بلوف، اذا لي بيرجي الرعاة، لي بيرجي الرعاة، لي بيرجي رونتر افون كيل نو بلوف، الرعاة يدخلون الى منازل مثلا افون قبل كيل نو بلوف، قبل ان تمطر او قبل ان يمطر، المقصود قبل أن تمطر السماء avant qu'il ne pleuve. طبعا عندنا هاد ما هي فقط تضاف في الكلام، الأصل هنا avant qu'il pleuve، avant qu'il pleuve. إذا les bergers rentrent avant qu'il pleuve، أو bien les bergers rentrent avant qu'il ne pleuve، يعني أن الرعاة يدخلون قبل أن تمطر. عندنا que plus subjonctif. إذا كما تلاحظوا بأننا عندنا les bergers، ce sont eux qui vont rentrer، وعندنا il pleut، كما نلاحظ هنا عندنا حدثين، هنا دو زاكسيون.
La première action, c'est que les bergers, ce sont eux qui vont rentrer. إذن الرعاة هم الذين سيدخلون. La deuxième action, c'est qu'il va pleuvoir. بأن ستمطر. Pour exprimer la postériorité, من أجل أن نعبر عن التأخر إن صح التعبير, هناك ما نقول عكس الأولوية. إذن pour exprimer la postériorité, on peut employer. يمكن أن نستعمل après plus infinitif. في الأول رأينا avant plus infinitif. هنا après plus infinitif. إذن نقول après ثم نتبعها بفعل الانفينيتيف غير مصرف. وكما قلنا بأن هذا الفعل غير مصرف هو يستعمل كمصدر في اللغة العربية. كون سي لو ميم سوجي كي في دوز اكسيون ديفيرونت. بنفس الطريقة عندما يكون لنا نفس الفاعل هو الذي يقوم بالحدثين المختلفين. مثلا نقول لو كونديدا, إذن المرشح, اتادمي. عندنا لو فيرب ادماتر, اتادمي يعني أنه قوبل, يعني أنه تم قبوله. après avoir بعد أن, كما تلاحظوا بأن après بعد avoir الانفينيتيف. après avoir réussi, بعد أن كان له النجاح, أو بعد أن نجح l'épreuve, بعد أن نجح كما لو نقول الامتحان, بعد ما نجح في الامتحان أو في الاختبار. ثم عندنا بنفس الطريقة après que, هنا عندنا plus indicatif. إذن بنفس الطريقة quand ce sont deux sujets différents qui font deux actions différentes. Quand ce sont deux sujets différents qui font deux actions différentes. إذن عندما يكون لنا فاعلين مختلفين qui font deux actions différentes, اللذان يقومان بحدثين مختلفين. مثلا chaque soir il s'endort, يعني أنه ينام. Après que sa mère lui chante une berceuse. Berceuse المقصود بها chanson pour endormir les petits. Berceuse المقصود بها chanson pour endormir les petits. إذن هي واحد الأغنية التي ننوم بها الصغار. Chanson pour endormir les petits. إذن نتكلم عن أغنية ننوم بها الصغار. عندما تريد الأمهات أن تجعل صغارها ينامون, تؤدي أغنية ما من أجل أن ينام الصغير. إذن كما قلنا chaque soir في كل مساء il s'endort, يعني أنه ينام. après que sa mère, بعد أن أمه كما نقول lui chante une berceuse, بعد أن أمه كما نقول تغني له أغنية لكي ينام. إذا المقصود بأنه ينام في كل مساء بعد أن تؤدي له أمه أغنية حتى ينام. chaque soir il s'endort après que sa mère lui chante une berceuse. ثم ننتقل إلى الفقرة الموالية. Je m'entraîne, أتدرب, pour chacune des situations ci-dessous. إذن لكل واحدة من الوضعيات ci-dessous أسفله. Pour chacune des situations ci-dessous, pour chacune des situations, لكل واحدة من الوضعيات ci-dessous أسفله, produit un énoncé. إذن أنتج un énoncé, أنتج ذكرا, شي واحد قال شي كلام تقوله, أو حدثا dans lequel tu mets en évidence l'un des rapports donnés. غتنتج واحد الكلام dans lequel, الذي فيه tu mets, أنت تضع en évidence. En évidence يعني أنك تبين, كما شرحنا فيما سبق, كما لو أنك تضع الشيء في البديهية, المقصود يبدو واضحا. إذن تضع ماذا في الوضوح؟ l'un des rapports donnés. إذن واحد من العلاقات أو من الروابط المعطاة أسفله. هاد الروابط مثلا نتكلم عن غابور, مثلا لا سيمولتانيتي, لا بوستيريوريتي, مثلا لونتيريوريتي, لي سيتياسيون. إذا نتكلم عن الوضعيات, مثلا سنتكلم عن وضعية لو بير دي أسون فيس دو نو با بارلي أ تابل. لو بير دي أسون فيس دو نو با بارلي أ تابل. إذن الأب يقول لابنه بأن لا يتكلم على المائدة, بأن لا يتكلم وهو يأكل على المائدة. alors que va-t-il dire le père à son fils, ماذا سيقول الأب لابنه؟ طبعا هذا الكلام الذي يمكن أن يحدث يجب أن نظهر فيه la simultanéité. إذا ما دام أن كلام الأب سنوضح فيه la simultanéité يعني التزامن, إذا واضح بأنه سيقول لابنه لا تتكلم وأنت تأكل.
هنا طبعا نتكلم عن فعلين متزامنين. ثم عندنا لا بوستيريتي لو باترون اوردون ا لوفريي دو نو با بارتير اي دو تيرميني سون ترافاي. لو باترون اوردون ا لوفريي دو نو با بارتير اي دو تيرميني سون ترافاي. اذا رب العمل اوردون سي لو فير اوردوني يعني امر ا لوفريي يعني انه امر العامل دو نو با بارتير بان لا يذهب اي دو تيرميني سون ترافاي وبان ينهي عمله. مادام اننا سنتكلم عن لا بوستيريتي كما لو نتكلم عن ميزة ما يحدث في الأخير. إذن كما لو نتكلم عن تأخر حدث. لو باترون أوردون أ لوفغيي دو نو با بارتير إي دو تيرميني سون ترافاي. إذن وضع بأن هذا العامل عليه أن يذهب ولكن بعد أن ينهي عمله. ثم عندنا لا بوستيريتي مرة أخرى. لو ماري بروبوز سا فام دو بريباري لو ديني إي دو بارتير أو سينما. Le mari propose à sa femme de préparer le dîner et de partir au cinéma. إذن واضح بأن الذهاب إلى السينما يأتي بعد تهيئة الطعام. عندنا الزوج propose, عندنا الفعل proposer. Proposer يعني يقترحه. ممكن أنه يوافق على اقتراحه وممكن أنه يرفض. Le mari propose à sa femme. إذن الزوج يقترح على زوجته de préparer. يقترح على زوجته de préparer يعني تهيئة لو ديني تهيئة العشاء et de partir au cinéma والذهاب إلى السينما et de partir au cinéma والذهاب إلى السينما. ثم عندنا un amateur de football conseille ses camarades de partir tôt au stade car celui-ci sera plein de monde. إذن un amateur نتكلم عن هاوي يعني إنسان تتعجبه واحد الحاجة. un amateur دو فوتبال اذا نتكلم عن هاوي لكرة القدم كونساي عندنا غير كونساي اسي كاماراد يعني انه نصح اصدقائه دو بارتيغ تو بان يذهب باكرا او ستاد الى الملعب كارسلوسي لان هذا الاخير المقصود به الملعب سوغا بلان يعني انه سيكون مملوءا سوغا بلان يعني انه سيكون مملوءا دو موند كما نقول بانه سيكون مملوء بالعالم المقصود انه سيكون مملوء بالناس. طبعا المطلوب هنا التعبير عن هذا الحدث بطريقه تظهر فيها لونتيريوريتي يعني تظهر فيها الاسبقيه ما دام ان الاشخاص سيذهبون للملعب قبل ان يمتلئ. اذا نتكلم عن حدث سيحدث قبل حدث اخر اذا نتكلم عن لونتيريوريتي. اذا في الاجوبه نقول في الحاله الاولى مثلا يمكن ان نقول لا بير دي سون فيس دو نو با بارلي ا طابل او نو بارل با او مونجون لا نتكلم ونحن نأكل. يمكن أن يقول مثلا نو بارل با أو مونجون لا تتحدث آكلا. إذا المقصود أنه عليك أن لا تتحدث وأنت تأكل. فيما يخص الحالة الثانية لو باترون أوردون لوفغيي دو نو با بارتير إي دو تيرميني سون ترافاي إي دو تيرميني سون ترافاي. إذا ماذا سيقول له؟ طبعا سيقول له تي بارتيرا أبخيز أفوار تيرميني تون ترافاي. Tu partiras après avoir terminé ton travail. يعني أنك ستذهب بعدما تنهي عملك. إذن عندنا après avoir. إذن طبعا نتكلم عن la postériorité. Le patron ordonne à l'ouvrier de ne pas partir et de terminer son travail. إذن سيقول له ماذا؟ Tu partiras après avoir terminé ton travail. Après avoir terminé ton travail. يعني أنك ستذهب بعدما لغير partir au futur simple. يعني أنك ستذهب عبنا لغير partir au futur simple. Tu partiras après avoir. إذن عبنا après avoir يعني بعد ما après avoir terminé بعد نهاية كما نقول ton travail بعد نهاية عملك. إذن نتكلم عن حدث يأتي بعد آخر. إذن نتكلم هنا عن la postériorité. ثم في حالة أخرى le mari propose à sa femme de préparer le dîner et de partir au cinéma. الزوج يقترح على زوجته تهيئة العشاء ثم الذهاب إلى السينما. سيقول لها مثلا nous irons au cinéma après que tu as préparé le dîner. Nous irons au cinéma après que tu as préparé le dîner. إذن سنذهب إلى السينما بعد ما أنت تهيئين العشاء. Nous irons au cinéma après que tu as préparé le dîner.
ثم في الحالة الأخيرة un amateur de football conseille ses camarades de partir tôt au stade car celui-ci sera plein de monde. إذن يقول لهم مثلا nous partirons tôt au stade pour nous installer à une bonne place avant que le stade ne soit plein. Nous partirons, عندنا va partir au futur simple. Nous partirons tôt, يعني أننا نذهب باكرا au stade, إلى الملعب pour nous installer. لكي نجلس à une bonne place. في مكان جيد pour nous installer à une bonne place لكي نستقر في مكان جيد avant que le stade ne soit plein المقصود قبل أن يمتلئ الملعب المقصود قبل أن يمتلئ الملعب ثم عندنا الفقرة الأخيرة je développe أنا أطور je développe أنا أطور نتكلم على الverb développer يعني طور ومنها le développement يعني التطوير أو التطور إذن à partir de situations diverses انطلاقا من وضعيات مختلفة produit des énoncés إذن أنتج كما نقول كلام أو أنتج أحداثا dans lesquelles tu exprimes التي فيها أنت تعبر عن la simultanéité puis la postériorité إذن تعبر عن التزامن ثم عن التأخير كما نقول la simultanéité puis la postériorité إذن يمكن أن نأخذ الأمثلة التالية مثلا il chante en faisant la cuisine إذن هي تغني وهي تقوم بأعمال المطبخ elle chante en faisant la cuisine elle chante en faisant la cuisine هي تغني وفي نفس الوقت هي تقوم بأشغال المطبخ إذن أكيد هذا الحالة تعبر عن la simultanéité ثم في حالة أخرى tandis que je faisais mes devoirs في الوقت الذي أنا أفعل واجباتي في الوقت الذي أنا كنت أقوم بواجباتي ما سور غوارد لا تلفزيون أختي كانت تنظر التلفاز إذا نتكلم عن حدثين متزامنين إذا واضح بأننا نتحدث عن لا سيمولتانيتي ثم عندنا أبخيز أفوا غيفليشي لونغمون جي بخي إن ديسيزيون يعني بعدما فكرت طويلا أبخيز أفوا غيفليشي longuement نقول عن شيء بأنه long أو bien long في حالة مذكر يعني أنه طويل après avoir réfléchi longuement يعني بعدما فكرت بشكل طويل كما نقول بعدما فكرت مليا j'ai pris une décision يعني أنني أخذت قرارا عندنا الفير prendre في الباسي كومبوزي إذن j'ai pris يعني أنا أخذت une décision يعني أنني أخذت قرارا ثم في مثال آخر Ton grand-père faisait toujours une sieste après le déjeuner. Ton grand-père faisait toujours une sieste après le déjeuner. إذن جدك يقوم دائما بقيلولة après le déjeuner بعد الغداء. Ton grand-père faisait toujours une sieste après le déjeuner. جدك يقوم دائما بقيلولة après le déjeuner بعد الغداء. واضح بأننا نتحدث عن حدثين يأتي بعد آخر إذن واضح بأننا نتكلم عن لا بوستيريوريتي إذن نكتفي بهذا القدر حياكم الله وإلى لقاء قادم بإذن الله